صراحة أنا مشاركتش النهاردة في العصيان المدني لسبب بسيط جدا، لأن يعني المشروع مش ناقصة قتلة، يعني بدل ما تنينا عصيان احنا بقالنا كتير قوي في العصيان، فيا ريت كنا عملنا النهاردة اليوم يوم إنتاج. العصيان المدني دوت هيبوظ البلد، مش هيفيدها في الوقت اللي جاي دوت، خصوصا ان احنا رئيس الجمهوريه خلاص جاي لنا بعد شهرين تقريبا، يعني بعد شهرين، فاحنا ما لهاش لازمه ان احنا نوقف انتاج البلد كلها. هي البلد كده كده خلاص اقتصادها ابتدى يقع. نعمل يوم انتاج مش يوم عصيان، العصيان ده هيوقف البلد كلها. طب ليه انت هتوقف البلد؟ هو استحملوه شهرين وهيمشي المجلس العسكري، هو قال شهرين وهيمشي. ضد العصيان المدني لانه مش في مصلحتنا، مش في مصلحه البلد ككل، وهيضر مصالحنا كلنا، وهيضر بالاقتصاد، وهيضر بكل حاجه في ماشيه في مصر. احنا مع حريه التظاهر والاعتصام، بس في الاطار السلمي، ما يكونش فيه اي تاثير على منشات الدوله او تخريب او توقف عجله الانتاج. كل الحاجات دي طبعا يعني بتودي لهدم الدوله. العصيان ده توقيف للعمل، توقيف العمل ده ما يصحش دلوقتي في الوقت اللي احنا محتاجين ان نعمل، يعني العمل يجيب خير، انما وقف العمل ده يجيب حاجات سلبيه للمجتمع. العصيان المدني ده مش هيفيدنا في حاجه، احنا محتاجين الناس تشتغل، محتاجين الناس تنتج. العصيان ده مش هيفيد في اي حاجه، ويتهيألي اللي عاملين عصيان مدني ناس كلها في جامعات، فدلوقتي هم اجازه، يا اما ناس مش شغاله، فيتهيألي مش هيفرق في حاجه. اللي عايز يعمل عصيان يعمل، الناس اللي عندها شغل في شغلها دلوقتي. ما عندناش وقت نضيعه، وما عندناش اقتصاد نوقع اكتر من الواقع، يعني خلاص كده يعني. ده هيخرب البلد اكتر ما هي خربانه والحاله واقفه، يعني زي ما بيقولوا، فهو ده السبب ان انا ما خلينيش اشترك في العصيان المدني. في ناس بتخطط ان هي تدمر مصر، فلازم ان احنا نقف كلنا وقفه واحده عشان نوصل بالبلد دي بره الامان.